السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم تشيتا. في الفيديو ده هنكمل سلسلة أفضل 10 ألعاب للأجهزة المتوسطة، ومن غير ما أطول عليكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان تساعدوني أوصل 2000 مشترك في أقرب وقت ممكن. صلوا على النبي ويلا نبدأ. أول لعبة معانا هي هيدز، وهي لعبة روج لايك أكشن رول بلاينج. بتلعب فيها بشخص اسمه زاجريوس، واللي بيحاول يهرب من العالم السفلي اللي محبوس فيه ويوصل لجبل اسمه جبل أوليمبوس. Almost finished with these. رقم 2 Inscription، وهي لعبة روج لايك مميزة جدا عن باقي الألعاب اللي موجودة، واللي بتحكي قصة شخص لقى لعبة غريبة فقرر إنه يلعبها لكنه اتحبس جواها، والطريقة الوحيدة عشان يطلع منها هو إنه يخلص اللعبة. رقم 3 فالهايم، وهي لعبة ساند بوكس اوبن وورلد سرفايفل. بتعمل فيها شخصيتك الفايكنج وتبدأ تستكشف العالم اللي حواليك وتجمع الموارد وتصنع الأدوات اللازمة عشان تعرف تبني بيتك وتحارب الوحوش والبوسز اللي هتقابلك. رقم 4 ديث دور، وهي لعبة أكشن أدفنشر بتلعب فيها بغراب مهمته إنه يحصد أرواح الوحوش الشريرة اللي موجودة. رقم 5 A Plague Tale Innocence، وهي لعبة أكشن أدفنشر وستيلث. بتلعب فيها فرنسا بعد ما سيطر عليها مرض الطاعون بالكامل. تتحكم فيها بشخصية بنت اسمها إيميسيا، واللي بتحاول تلاقي علاج لأخوها الصغير بعد ما اتصاب بمرض غريب. Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog. I really don't know. We don't have time for this right now. Come on. But I've never seen a real frog. رقم 6 Outer Wilds، وهي لعبة أكشن أدفنشر بتتحكم فيها بشخص بيستكشف المجموعة الشمسية اللي هو فيها، واللي محبوس في حلقة زمنية ولازم يعرف سبب انفجار النجوم اللي حواليه خلال 22 دقيقة بس، وإلا المكان كله هيتدمر. رقم 7 Manifold Garden، وهي لعبة بازل بتلعب فيها في عالم ليه قوانين فيزياء مختلفة. تقدر تتحكم فيها في الجاذبية عشان تحل ألغاز على مراحل مختلفة. رقم 8 نيون أبيس، وهي لعبة ران اند جان روج لايك. تتحكم فيها بفرد من أفراد فريق اسمه جريم سكواد، واللي مهمتهم يستكشفوا مكان اسمه دي أبيس ويهزموا الأعداء اللي بتقابلهم خلال مهمتهم. رقم 9 ريسكو فرين 2، وهي لعبة روج لايك ثيرد بيرسون شوتر. بتلعب فيها بعضو من أعضاء فريق لقى نفسه تايه في الصحراء، فبيبدأ يحاول يعيش في الظروف الصعبة ويلاقي أي ناجين تانيين عشان يعرف يرجع تاني. رقم 10 مارفل سبايدر مان مايلز مورالز، وهي لعبة أكشن أدفنشر بتكمل فيها أحداث الجزء اللي قبله هو مارفل سبايدر مان عن طريق إنجاز المهمات المختلفة.
How about we all agree you're both wrong? ودي كانت اخر ليلة معانا النهاردة. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اشوفكم الفيديو اللي جاي ومع السلامة.